خلي واحد يخد انا الجلوكوما، قلنا ان الجلوكوما هي كونجنتال ليها اكواير، قلنا الكلام ده كونجنتال مولود بيها، واكواير حاجه في سن كبير شويه، والاكواير يا برايمري يا سكندري. سكندري اكواير يعني ايه؟ انا عندي مرض في عيني وارفع ضغط عيني، سكندري اكواير. شوف دلوقتي كان في برايمري دي معناها ان العيان اللي عنده ارتفاع ضغط العين ده احنا مش عارفين له سبب، يعني لا يعاني من امراض يا احمد، ما عندوش امراض في عينه ولا حاجه، ما عندوش امراض ولا حاجه في عينه، ما هياش سكندري يعني. طيب البرايمري دي شخصيا نوعين، برايمري كلوزد انجل جلوكوما وبرايمري اوبن انجل جلوكوما. يعني ايه اوبن انجل؟ يعني ايه كلوزد انجل؟ في حاجه اسمها زاويه العين، زاويه الخزانه الاماميه للعين، زاويه الانجل تشامبر، مش كانت الكورنيا كده والايرس كده؟ كان في حاجه اسمها الانجل، كان فيها ايش في الرابيكولار مش ويرك على كانال مش لف، صح كده؟ طيب احنا يا احمد هنبدا نفحص الانجل دي، طريق فحص الانجل دي حاجه كده كان اسمها بونيوسكوبي. بونيوسكوبي لو انا فحصت الانجل شفت الاستراكشر تبقى الانجل ساعتها اوبن ولا كلوز؟ اوبن. لو انا فحصت الانجل ما شفتش الاستراكشر تبقى ساعتها الانجل ايه؟ كلوز. حاجه اسمها برايمري اوبن انجل جلوكوما صفحه 104 في الكتاب، صفحه كام؟ 163. انا بشرح من الاول خالص يا احمد اهو عشان حتى لو حد فاهم الحلقه اللي فاتت يبقى قاعد فاهم، ما يبقاش قاعد ايه خلاص. بعد اذنكم بس يمكن انتوا نسيتوا، انا مش هحب اعدي الكلام خالص، خلاص خلاص مش بحب اعدي الكلام خالص، تمام؟ فهنرجع تاني من الاول. انا بتكلم عن حاجه اسمها برايمري اوبن انجل جلوكوما. جلوكوما يعني ضغط مرتفع، برايمري يعني برايمري اكواير ملهاش سبب، يعني مفيش مرض ولا حاجه عنده، ما عندوش مرض هو اللي ادى لارتفاع ضغط العين. امال ايه اوبن انجل وكلوز انجل؟ في حاجه اسمها الانجل فيها شويه استراكشرز كده، ايش ترابيكولار مش ورك على شويه حاجات ثانيه. لو انا شايف الاستراكشر تبقى اوبن انجل، لو مش شايفها تبقى كلوز انجل. انا بتكلم عن اوبن ولا كلوز؟ اوبن. هي هنا بس نقطه، يعني نقطه الاستفهام او علامه الاستفهام، ازاي الضغط عالي وازاي الانجل مفتوحه؟ هتقول الكلام ده دلوقتي. خلاص كده؟ يعني ازاي الضغط عالي في نفس الوقت الانجل مفتوحه؟ هنقول الكلام ده دلوقتي. هنقول الكلام ده دلوقتي، خلاص؟ انا عايز اتكلم عن موضوع اسمه برايمري اوبن انجل جلوكوما. برايمري اوبن انجل جلوكوما، جلوكوما العيان لا يعاني من اي امراض برايمري. والاستراكشرز بتاعت الانجل يا حاج ادم متشافه ولا مش متشافه؟ متشافه. وضغط العين اخباره ايه؟ مرتفع. طيب انا عايز ابدا بطريقه يعني غير المترتبة عندي في الكتاب. ازيك يا احمد؟ لكن يا استاذ برضه نزلت امبارح انا زعلان، ايه زعلان ازاي؟ عامل نزلت الساعه كام امبارح؟ ياسر كان معاك؟ ما تصل بيها 12 معاك يا واحد. الايديولوجي يا دكتوره ساره موجود في المذكره مش موجود في الكتاب، نفهمه بعدين بتوع الكتاب يبقوا يكتبوه براحتكم. ازاي الفتحات ديت او الاستراكشر دي متشافه في نفس الوقت الضغط عالي؟ عشان الترابيكولار مشور، عشان الترابيكولار مشور الفتحات بتاعته بقت ضيقه شويه. طيب هو الترابيكولار مشور كده انت شايفاه ولا لا؟ شايفاه. الفتحات ضاقت شويه، شايفاه ولا مش شايفاه؟ شايفاه. فاهم قصدي ايه؟ ما كل اللي حصل ان في ناروينج للسبيس في الفونتانا، الاخرام اللي بيعدي منها الايكوس دي الاخرام الصغيره بدات تبقى ناروينج. ليه ناروينج؟ عشان في سيكننج للترابيكولار مش سيكننج، صوابع تخنق، فالفتحات اللي بينهم حصل لها ايه؟ ضاقت. وده بيؤدي الى ان الاوت فلو اخباره ايه؟
يعني التصوير بالاقوس بيجرى له ايه؟ بيقل، ومع الوقت الضغط بيجرى له ايه؟ بيزيد. نقول كمان يبقى الايديولوجي ده مش موجود في الكتاب، يا ريت تكتبيه. الايديولوجي هو نقص الاقوس اوت فلو، نقص الاقوس اوت فلو due to thickening of trabecular meshwork مما ادى الى narrowing of spaces of fontana. الاوت فلو قليل نتيجه تخالف الترابيكولار ميشورك وضيق الاسبيس بالفونتان. معنى كده ان الارتفاع في ضغط العين ده هيبقى ارتفاع حاد ولا تدريجي؟ اكيوت ولا كرونيك؟ كرونيك. اقرا الاسم الثاني، اقرا الاسم الثاني بتاع الموضوع، بتاع العنوان. برايمري اوبن انجل جلوكوما بين قوسين كرونيك سمبل جلوكوما زي الفل. يبقى باي ديفينيشن، باي ديفينيشن اتز نون كونجستيف. اكتب فوق نون كونجستيف او باي لاترال نون كونجستيف، اكتب فوق نون كونجستيف نون اكيوت. يعني هذا الارتفاع حاد ولا نوت اكيوت؟ نوت اكيوت. بايلاترال نون كونجستيف انكريز اوف انتراوكولار بريشر، بايلاترال نون كونجستيف انكريز اوف انتراوكولار بريشر. والانجل اوبن ولا كلوز؟ اوبن ان ذا ابسنس اوف انجل كلوجر، في غياب ان الانجل تكون مقفول. الانجل اخبارها ايه؟ عطيه مفتوح. هذا الارتفاع في ضغط العين هيؤدي الى ان الاوبتيك ديسك اللي هو الاوبتيك نيرف هيجرى له ايقاد العين خارج منها الاوبتيك نيرف. في حاجه اسمها راس الاوبتيك نيرف هنا كده اهي، راس الاوبتيك نيرف دي هتبدا تنضر. نعرف الكلام ده دلوقتي او احنا عرفنا قبل كده او هنعرف دلوقتي ان اضعف جزء في العين هو الجزء اللي خارج منه العصب البصري، ده اضعف جزء. طب ما الضغط يعلى جوه الكوره دي هيتشطر على مين؟ الجزء الضعيف اللي هو مخرج الفايبرز بتاعت الاوبتيك نيرف اللي هو الاوبتيك ديسك. ثواني، هو الاوبتيك نيرف هيد ده لما تموت منه حتت يبقى الحتت اللي بتشوفيها اخبارها ايه في مجال الابصار؟ دلوقتي شويه الفايبرز اللي هنا دي ماتت مثلا، كانت بتشوف الجزء اللي فوق هتشوفيه ولا ما عنديش هتشوفيه؟ ما عنديش هتشوفيه. يبقى بدا يحصل اوبتيك نيرف دامج اند فيجوال فيلد ديفكت، تغيرات في مجال الابصار. الا لو سبتيها ممكن توصل الى بلايند ايه؟ بلايندنس. ثاني كده يعني انا ممكن اقول ان الجلوكوما هنا النوع ده من الجلوكوما هو كرونيك سلولي بروجريسيف اوبتيك نيوروباثي. اه يعني ايه؟ هو اوبتيك نيوروباثي يعني ايه؟ يعني مين العيان؟ مين العيان؟ الاوبتيك نيرف، الاوبتيك نيرف. فعلا المرض ده تقدري تعرفيه زي ما الكتاب معرفه بين قوسين وانا حاطط عليه خط انه كرونيك سلولي بروجريسيف اوبتيك نيوروباثي. تعريف بيحبه الدكتور عادل عبد الرازق رئيس القسم جدا. يقول لك يعني ايه جلوكوما؟ ما تقولوش انا ارتفاع ضغط العين، تقولي له ده عباره عن اوبتيك نيوروباثي. اوبتيك نيوروباثي اعتدال في العصب البصري، ضغط العين العالي ريسك فاكتور، يعني عامل من عوامل الخطوره بس مش شرط. بس مش ايه؟ مش شرط. اه لو ضغط العين عالي قوي خلاص يبقى اكيد في مشكله. لكن افترض ضغط العين بوردر لاين، هو ضغط العين هدف من 10 ل 20. لو ضغط العين 18 هل ده يقول ان هو سليم؟ والله ممكن وممكن. واخد بالك؟ لو ضغط العين 22 هل يقول ان هو عيان؟ والله ممكن وممكن. الفيصل الاوبتيك ايه؟ الاوبتيك نيرف او الاوبتيك ديسك. يبقى نقول تاني، انا بتكلم عن موقف بايلاترال من عينين مش عارفين له سبب، او مش عارفين له سبب يعني ملوش سبب ادى اليه، مفيش مرض عمل الكلام ده. احنا وصلنا ان في ضيق في الفتحات، لكن ايه اللي عمل الضيق ده؟ مفيش حاجه، حاجه مع بتاعت ربنا مع السن كده. بايلاترال نون كونجستيف انكريز انتراوكولار بريشر in the absence of angle closure مما ادى الى optic disc changes and visual field changes. مما ادى الى optic disc changes اللي هو كاتبها عندك optic nerve covering. هنقول دلوقتي يعني ايه covering ان شاء الله النهارده. و visual field changes او بين قوسين كرونيك سلولي بروجريسيف. ها كرونيك ما هي كرونيك سلولي بروجريسيف اوبتيك ايه؟ اوبتيك نيرو. جميل جدا. كانسيدنس الحكايه دي بتحصل فوق سن ال 40. كانسيدنس الحكايه دي الميل والفيميل زي بعض ايكوال 6 ايكوال. طيب كانسيدنس الميل والفيميل زي بعض ايكوال. كانسيدنس الحكايه يوني ولا باي لاترال حسب التعريف؟ باي لاترال. بص بقى باي لاترال بس كتير جدا، وان اي بروسيد ذا اذر بتسبق الثانيه. يعني باي لاترال سيمتريكال ولا اسيمتريكال؟ اسيمتريكال، ممكن تكون واحده متقدمه عن الثانيه، هنحتاج الكلام ده دلوقتي. وهذا النوع من الجلوكوما هو اشهر نوع من الجلوكوما. يعني ايه؟ انتوا بعد الشر عليكم كلكم عينين جلوكوما. بعد الشر. بدات افحصكم كلكم كده، كلكم عينين جلوكوما، هلاقي منكم 90% من النوع ده. جبت كل بتوع الجلوكوما
كونجينيتال واكواير برايمري وسكندري ومش عارف واكثر 90% من عينين الجلوكوما برايمري اوبن اند الجلوكوما. دي مشكله نسبه كبيره. بص بقى دي، بص دي عشان اشوفك هتفهمه ولا لا. 2% من البني ادمين اللي فوق 50 سنه عندهم المرض ده. ثواني كده، انا بقول 2% من اللي فوق 50 سنه سواء كويسين سواء وحشين. يعني انا هجيب كل البني ادمين اللي في الشرقيه اللي فوق 50 سنه كلهم ما يعرفوش ان عندهم اي حاله وابدا اشوفهم كده الاقي 2% منهم عندهم برايمري اوبن اند جلوكوما. يعني الموضوع ضخم والانفنس بتاعه كبير جدا جدا. في مشكله في اللي انا قلته؟ اه تمام. ايه عوامل الخطوره الريسك فاكتور؟ كلام حفظ ده معلش بقى كده ايه؟ هنضطر نغني فيه شويه. الحقيقه ان الريسك فاكتور اول ثلاث حاجات الايدج والريس والفاميلي. ده اللي انتوا بتاخدوه في الصحه العامه تحت عنوان نون موديفايبل، صح كده؟ نون موديفايبل ريسك فاكتور، البطاقه الشخصيه بتاعتك. حاجات في البطاقه الشخصيه بتاعتك. سن بس. متوقع هذا المرض بيزيد مع زياده السن ولا مع نقص السن؟ مع زياده السن، ادي واحد. الريس الكلام ده كومن في السمر شويه في البلاك. لو انت من بتروح كتاب هتلاقي الكتاب كاتب افريكان امريكان. وطبعا احنا ناقلين من تكست بوك بتاع الامريكان. فهو بيقول لك المرض مشهور في الامريكان من اصل افريقي. اللي هو طبعا موجودين عندنا في خطر زي ما انت عارف. الزنوج يعني. الزنوج يعني الزنوج. ماشي؟ كومن ان بلاك السمر شويه او بشرته مخمره شويه. وفي نسبه لا باس بيها حوالي 10% من الحالات فاميليال. فاميليا يعني ايه؟ امه كانت كده، ابوه كان كده، جده كان كده، عمه كان كده، حاجه فاميليا. الحاجات دي مش هتقدر تغيرها، مش هتقدر تغير سنك. مش هتقدر تغير الريس اللي انت منحدر منه. تمام؟ مش هتقدر تغير الفاميلي بتاعتك. خد بالك عيلة الجحش، عيلة الحمار، مش هتقدر تغير الكلام ده. اه بتعمل ايه؟ دي حاجات ثانية. دي حاجات تانية، وزي كده بس عشان خاطر ما ترجعيش تسأليني نفس السؤال ده بعد شوية، هتسأليني الدكتور إسراء ده نفس السؤال ده بعد شوية، إيه هو السؤال؟ هو كاتب كده إن في بعض الأمراض في العين مرتبطة بالحكاية دي، زي الميوبيا قصر النظر الشديد، وزي الريتنال فين أوكلوجن انسداد الوريد الشبكي. ما تقوليش ليه؟ لأن أنا هقول لك ده انسدنت، يعني إيه؟ هما جمعوا العيانين اللي عندهم برايمري أوبن أنجل جلوكوما. جمعوا العيانين اللي عندهم برايمري أوبن أنجل جلوكوما. لو نسبة كبيرة منهم عندها مايوبيا. إيه اللي خلى المايوبيا تعمل برايمري اوبن اند الجلوكوما؟ ما حدش فاهم قوي. لو نسبة كبيرة منهم كان عندهم امتداد في الوريد اللي بيغذي الشبكية. ريتينال فين اوكلوجن. إيه اللي خلى ده يؤدي إلى ده؟ ما حدش عارف قوي. فاهمين قصدي إيه يا جماعة؟ يعني إيه عملية انسيدنت بس؟ نسبة حدوثها في العيانين دول بتبقى زيادة شوية. طيب. برضه لقوا نسبة كبيرة من العيانين دول دايابيتك. وقالوا إن الدايابيتس سكر بيقلل الريزيستنس بتاعت الديسك الاوبتيك نيرف هيد اللي هو العصب البصري ما بيبقاش مستحمل قوي بتوع الدايابيتك الاوبتيك ديسك بتاعه ما بيستحملش اي زياده في ضغط العين فاي زياده خفيفه كده ممكن تاثر عليه بسرعه. صعب الكلام ده؟ كمان حاجه اسمها الاوكيولار هايبر تنشن. هنشوف انتوا فهمتوا اللي انا قلته ولا لا؟ بس لو واحد ضغط عينه عالي يعني مثلا كده قول 22 هو ضغط العين النورمال من كام لكام؟ 10 ل 20 بس الاوبتيك نيرف بتاعه كويس ده نقول عليه جلوكوما؟ لا هي الجلوكوما ها هو في الجلوكوما المهم الرقم ولا تاثير الرقم؟ تاثير الرقم. طب هل الرقم عمل تاثير ولا ما عملش؟ ما عملش. فدي نقدر نقول عليها اوكيولار هايبر تنشن. اوكيولار هايبر تنشن. طبعا اللي عنده اوكيولار هايبر تنشن ده عامل خطوره ولا مش عامل خطوره؟ هو دلوقتي الضغط عالي والديسك كويس، لكن يمكن بعد شويه الضغط العالي ده يعمل ايه في الديسك؟ او يعمل ايه في الاوبتيك نيرف؟ ياثر عليه يبوظه. واخد بالك؟ فده احد عوامل الخطوره. هنحفظ ازاي الريسك فاكتور دي حفظ؟ هنحفظها ازاي؟ ثلاثه نون موديفايبلز في البطاقه الشخصيه ايدج وريس وفاميلي. مرضين في العين وحاجتين مرتبطين ببعض، ايه المرضين في العين؟ مايوبيا وريتنال فين. وفي حاجتين دايما كده في الطب الدولي لازقين في بعض، دايابيتس وهايبرتنشن. مش كل شويه نقول دايابيتس وهايبرتنشن؟ دايابيتس وهايبرتنشن؟ بس الهايبرتنشن هنا مش المقصود بيه الهايبرتنشن يعني ضغط الدم، مقصود بيه اوكيولار هايبرتنشن. يعني ايه اوكيولار هايبرتنشن؟ يعني انكريزد انتر اوكيولار بريشر بس وزود اوبتيك ديسك ايه دامج او اوبتيك نيرف هيد دامج. صعب الكلام ده؟ طيب ايه الايتيولوجي بتاع الفيلم الهندي ده كله؟ انا لسه قايل الايكوس اوت فلو اخباره يا عم احمد الاجي ليه؟ عشان نارنج السبيسز اوف مونتانا.
نبدا بقى في الكلام المفيد بقى، نبدا في الكلام المفيد. انا بتكلم عن مين؟ انا بتكلم عن مين؟ خلي بالك بقى، انا بتكلم عن واحد جديد في التليفون سنه 40، والحكايه دي هتجيله في عين ولا في الاثنين؟ في الاثنين، بس ممكن واحده تنفع الثانيه. طيب والراجل ده عنده اي امراض يا ذكرتها ولا ما عندوش اي امراض؟ ما عندوش اي امراض خالص، ما عندوش حاجه خالص. كل الحاجات دي بتيجي في الفتحات بتاعت البيت الفنتات، الضغط يرتفع بشكل حاد ولا الغرفه تدريجيه؟ اذا السيمبتوم نو اكيوت سيمبتوم. تقفي هنا بقى وتفنجين عينيكي، نو اكيوت سيمبتوم. مفيش اعراض حاده. وبالتالي معلش 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 تشبيه رخم. وبالتالي ممكن والدتي انا او والدتك انت او والدك انت من عند سن ال 40 يكون عنده ارتفاع في ضغط العين والعصب بادي يتاثر بدون ما يحس. عشان كده اسم البتاع ده سارق النظر او حرام النظر. يعني يرجع يسالك سؤال دمه خفيف يقول لك تحب يجي لك انجل كلوجر جلوكوما ولا اوبن انجل جلوكوما؟ انجل كلوجر. ليه بقى؟ لانها هترفع ضغط العين بشكل ايه؟ حاد، والعيان هيتالم الم شديد ويصور ويروح يبحث عن علاج. وانا لما يجيني حاجه توجعني واروح ادور على علاج احسن ما الحاجه ما توجعنيش وعماله تسرق في النظر واحده واحده. كارثه 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 كارثه. نو اكيوت سيمبتوم. لدرجه ان العيان ممكن يجي في المراحل المتاخره اللي بيحصلوا فيها هنقول دلوقتي كومبليت لوس اوف فيجن وبليرنج اوف فيجن. حتى ان ادى سيمبتوم حتى ان انت سيمبتوم بتبقى حاجات نون سبيسيفيك. اسمع بقى، حاجات نون سبيسيفيك. اسال سؤال بقى، هو ليه ما تلاقيش سيمبتوم في حد؟ عشان هي حاجه كرونيك وماشيه بالتدريج، صح كده؟ عشان هي حاجه كرونيك وماشيه بالتدريج. حتى لما يدي سيمبتوم بص 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 بيدي سيمبتوم ما لهاش اي سبيسيفيكتي خالص، يعني هيدك هيدك ما انا عندي هيدك. وانتوا هتلاقي عندكم هيك طالعين الصحه العامه اغلبكم اكيد عندكم هيك اكيد. اه والله العظيم منظر وهذا بقى بعض الحصه دي هيك اكتر واكتر، صح؟ هل الهيك ده حاجه سبيسيفيك؟ ادي حاجه معنى. ممكن يعمل ايه تاني؟ لما بيحصل ارتفاع في ضغط العين هتقول الكلام ده ان شاء الله بكره في الحصه الجايه باذن الله بيبدا يحصل تآكل. اتفضل اتفضل. لا حضرتك كمل. طب رد انا هرد بس حضرتك كمل عادي. طب ماشي هكمل. طب هكمل. الو مرحبا بالتحرير خالص. هنطلع مع بعض دلوقتي. انا عمال كده كده اعتصم يا عم، انا صار بصراحه اعتصم كتير. يلا يا عم، يلا يا عم. بص يا سيدي يا عم، بص شوف بقى عطيه برضه حته، عطيه برضه حته. حتى لما يدي سيمبتوم هيبدا يدي سيمبتوم مش سبيسيفيك زي الهيدك. وهنعرف ان شاء الله الحته الجايه باذن الله بيحصل تاكل في الشبكيه في الاعصاب بتاعت العصب البصري دي، فمجال الابصار بيتاكل. لو تاكل مجال الابصار الطرفي، يعني اطراف الشبكيه اتاكلت والاعصاب الرئه اتاكلت، واحنا بنحتاج الاطراف دي بالليل ولا بالنهار؟ طب انت كمل. بالنهار النور بيبقى زياده، بالنهار النور بيبقى زياده، فبيحصل لنا ضيق في الحلقه، فنشوف السنتر او الاطراف. بالليل بقى الضوء بيبقى خفيف شويه، فيبدا يحصل لنا اتساع في الحلقه، فنحتاج ان احنا نشوف مين؟ بالاطراف. فيقول لك ان العيان ده بيجي له ديليد دارك ادابتيشن. ديليد يعني متاخر، دارك ادابتيشن ما يقدرش يشوف، مش في الضلمه، محدش بيشوف في الضلمه، في الضوء الخافي. اكتبي جنب ديليد دارك ادابتيشن دي نايت بلايندنس. بيجيله زي عشاء ليلي. نايت بلايندنس. نتيجة التغيرات في الأطراف ولا في السنتر يا عم أدهم؟ في الأطراف، بس دي برضه حاجة متأخرة. يعني عشان يجي يشتكي بيها بتبقى حاجة متأخرة. وعارفة لو كتير لو عيان كتير من الدكاترة تعمل له إيه؟ فيتامين إيه.
ده مني اشهر سبب للعشاء الليلي اللي هو عدم القدره على الرؤيه الليليه نقص فيتامين ا. ده ممكن جدا جدا 90% من الدكاتره يا دكتوره صباح ما يجيش في دماغه الكلام ده بيديله فيتامين ايه. ايه كمان يحصل له ايه كمان؟ ركزوا بقى ركزوا بالله عليكم عشان هتحتاجوا دلوقتي انا لما بكبر في السن بحتاج ان الدكتور يعمل لي نظاره اقرا بيها. يعني انا ببقى طول عمري ما لبستش نظاره فبعد سن ال 40 كده يعملوا لي نظاره. عارف تحس الناس الكبار كلها تمسك الجرايد كده عامله كده. انا كنت فاكرها انهم بيتنكوا. لا مش تناكة ولا رزالة. جدي كان كده كنت فاكره ان هو تنك يعني لحد ما فهمت مع الوقت. لا الحقيقه ان هو ما بيقدرش يشوف قريب فبيضطر يبعدها كده. فنعمله نظاره عشان نخليه يشوف قريب. فعارفين اللعبه دي اسمها ايه في الفسيولوجي؟ بريس بايوبيا. بريس بايوبيا يعني شيخوخه الايه؟ الابصار. انتوا عارفين مين بيعمل اكوموديشن؟ مش مهم تعرفه اقول لكم ايه. اللي بيعمل اكوموديشن ده حاجه اسمها السيلياري ماسل بمساعده العدسه بتاعت العين. السيلياري ماسل العضلات دي بمساعده العدسه بتاعت العين. هما بيقولوا لحضرتك لما بتكبري السيلياري ماسل بتاعتك بتضعف. فيبدا ان انت ما تقدريش تعملي اكوموديشن فما تقدريش تبصي في القريب. فيجي لك الشخوخه بتاعت الابصار ديت فتضطر ايه؟ شخشوخه. يجي لك الشخشوخه بتاعت الابصار دي فتضطر تلبسي نظاره القرايه. صعب اللي انا قلته ده؟ لا مش صعب. ما ده اللي انا بقوله بقى. الراجل ده هيخش بتاع البرايمر اوبن اند الجلجومه ده هيخش بالبريس مايوبيا بدري شويه. يعني ان كانت هتبدا معاه 45 ده السن اللي مكتوب يعني في الكتب تبدا بدري على 41 42. ليه بقى؟ لما يكون في ضغط عالي جوه العين دي مش هيبقى ضاغط على النيرف بتاع السيلياري ماسل وضغط على السيلياري ماسل شخصيه هيخليها قويه ولا ويك؟ ويك. يبقى الاكوموديشن قوي ولا ويك؟ ويك. يبقى عنده بريس بايو. ليه مين دكتور قاعد في عيادته هيجي له عيان 41 سنه بيقول له ما بقدرش اقرا كويس او 43 سنه وممكن ينتبه للحكايه دي؟ الي صعب. يعني عايز حد فاطم يعني عايز حد وعايز المريض اصلا يجي يعمل نظاره اساسا. قدرت انت من اهالينا يا جماعه بس كلنا كده 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 يقول لك ما يقدرش حاجه. انا ما كنتش بقى انا بقيت كنت بقرا كده بقيت بقرا كده ولا بقيت بقرا مش فاكر حاجه يعني. هو مش هيجي احنا اصلا بتاع 50 سنه والله ما بهزر بتكلم بجد كده. يعني في حاجه كمان هتحصل له وبرضه مش سبيسيفيك مش هتلتفت اليها قوي اللي هي الايرلي بريس بايوبي. حصلت بدري بدري ليه؟ عشان البريسنج الضغط على السيلياري نيرفز والسيلياري ماسل خلت ان في ويك ماسل فويك اكوموديشن. غالبا يا عم بيتر ما يحصل الحاجه الاخيره دي ان يجي العيان لما يحصل له بليرنج اوف فيجن وماركت او كومبليت لوس اوف فيجوال فيه. يعني معلش انا احب اذكر بالخير يعني الراجل ايه الراجل الناس قريبنا يعني البنات فكنا رايحين نزورهم فانت عارف طبعا كل ما يلاقوا دكتور اي حاجه لازم يطلع عنده حاجه من الحاجات دي. يعني انت لو دكتور بطنه لازم يتقال بطني وجعاني هو مش بطنه ماشي على البطن. اسمع ازيك يا دكتور عبد الله والله بنشتكي من ايه يا عم السيد؟ انا والله ده عندي تعب جاب خير. انا اسمع بس الحوار ده اسمع. انا ما هو بص للمنظر مليون. لا ده شكوى لذيذه جدا. لما ابص للمنظر مليون بعناية الاثنين بشوفها كلها. لما بخدم عيني الشمال ما بشوفش غير نصها بس. ركزني بالشكوى ركزني بالشكوى بس. انا كده بقى فطر قوي. لما بيخاف الشمال ما بيشوفش من اللمبه مليون غير النص بس وبقيه اللمبه طايره. مجال الاقتصاد اخباره ايه؟ ضاع كله مش سايب له غير ايه؟ غير المبنى. تتكلم بس يا عم حسين؟ اه والله بتكلم بس. تعالى يا عم حسين لسه بالضغط ضغطه في السماء 25 ولا 26 مجال ابصار ضايع خالص. قاع العين الديسك متدمر. هو غصب عنه برضه لان هو الحاجه ده جاله صداع من الضغط العالي بلالوت. مش كلنا كده يا ولاد؟ ريبو ميبو اي حاجه. اه والله المشكله ايه؟ المشكله ان مجال الابصار اللي بيقع ده ما بيشعرش بيه هو قوي لان احنا عايشين في اضاءه قويه. مجال الابصار اللي عمال يقع ده ما بيشعرش بيه قوي لان احنا عايشين في اضاءه قويه ممكن تجنش او تغطي على الايه؟ على فقدان مجال الابصار ده. وكمان العين الثانيه مفتوحه بتغطي على العين الثانيه اختها. فاهم الدنيا ماشيه ازاي؟ نرجع تاني نقول المرض ده مرض دكتور ولا مريض دكتور؟ يعني مرض تستنى المريض يجي يشتكي لك ولا تحاول انت تتحافي المريض اللي انت شاكه فيه؟ تتحافي المريض.
مش هيجي يقول لك بصي على فكره انا كذا فبتديش لي نوع ميه ده. لا 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 نوع برايمر اوبن اند جروب. لا 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 عشان نلعب الدول المتقدمه. الدول المتقدمه في على اسمها سكريننج. ينزلوا الخطاب ده في الكمبيوتر ينزلوا يعملوا سكريننج للبني ادمين اللي فوق سن ال 40 سنه عشان يطلعوا منهم مثلا ايه 15 20 واحد عندهم برايمر اوبن اند جروب وما يعرفوش. يبقى نقول تاني سيمبتومز نو اكيوت سيمبتومز. السيمبتومز كلها نون سبيسيفيك. هيديك ديلي دارك ادابتيشن ما بيشوفش كويس بالليل نايت بلايندنس. اير ليبريس بايوبيا وممكن جدا في المراحل المتاخره يجي بليرنج اوف فيجن او كومبليت لوس اوف فيجوال. عشان كده اعتمد على الله سبحانه وتعالى وعلى نفسك في التشخيص. فالمرض مرض سايلنس. تخيل ان الساينس دي احنا هنقضي معاها الحصه ديت والحصه اللي جايه كلها ان احنا ناخد الساينس دي فتفوته فتفوته ونتكلم عنها بالتفصيل. لان واضح ان انت ممكن بمعلوماتك تنقذ مرضى كتير جدا من العمل. صح ولا انا متهيألي؟ ممكن تنقذهم. فلازم نحط المعلومات على بعضها. قال لك عشان اشخص المرض ده لازم كذا شرط. اولا يكون العيان اضل يعني كبير يعني في السن. يعني يكون سحر كبير كده. الكلام ما تقدريش تقول ابراهيم لوجن عندي الجلوكوما فعيل صغير. في مشكله اكتبي اضل دي. اكتبي اضل عشان الدكتور وائل هيك بياكد عليها. اضل. اضل. بياكد عليها بياكد عليها. سايلنس. سوزن بيل. أضل. واربع حاجات تانية. واربع حاجات تانية. واربع حاجات. مربع بقى. ركزي بقى. سيبك من اضل دي خلاص فك منها. ساين معتمدة على اربع حاجات. اولا الاي او بي. ها؟ ثانيا الاوبتيك ديسك اللي هو الاوبتيك نيرف هيد تشينج. ثالثا الفيجوال فيلد تشينج. رابعا جونيوسكوبي. جونيوسكوبي جونيوسكوبي يعني ايه؟ يعني اكزامينيشن اوف ذا انجل. جونيوسكوبي يا صفوة في الانجل اوبن ولا كلوز؟ اوبن اسمها برايمري اوبن انجل جلوكوم. خلاص جونيوسكوبي دي انا مش هرجع لها تاني مش محتاجها. اوبن وخلاص علامة صح. يبقى انا فاضل لي ثلاث حاجات لازم اتكلم عنهم بالتفصيل. ضغط العين، تغيرات العصب البصري الاوبتيك ديسك، تغيرات مجال ابصار الفيجوال فيلد. انت ناخد النهارده الاي او بي ان شاء الله والاوبتيك ديسك نكلم عمر وبلاش اتكل عليكم النهارده. المره الجايه ناخد الفيجوال تيم. ماشي يا اتفقنا؟ اسمع بقى ايه ايه ده كله عشان تسال سؤال؟ على دماغك فاضيه صحيح. ضغط العين نورمال من كام لكام؟ ها؟ من 10 الى 20 ملم جميل. لو ضغط العين عالي قوي والانجل اوبن هل عندك شك في اي حاجه؟ لو ضغط العين عالي قوي بتتكلمي ب 35 والانجل اوبن هل عندي شك في اي حاجه؟ ولا عندي شك. ده هاي اي او بي مع اوبن انجل انت يا خلاص. طب نورمال اي او بي يعني 18 مثلا. هل نورمال اي او بي اكسكلود دايجنوزز؟ هتلخبطوا هتلخبطوا. فعشان تتلخبطوا لازم تعرفوا التشبيه اللي انا هشبهه ده. عشان اشخص البرايمري اوبن انجل جلوكوما اللي اختلط ساعات الدكتوره صباح بتقول لك عليها بواك. ولو قلت في الامتحان بواك هتبقى مشكله كبيره جدا. بقى احنا بينا وبين بعض ماشي بواك لكن هي بتتكتب كده لكن بتتنطق برايمري اوبن انجل ايه؟
اصلا منتشره دي. لا بواك بواك طلب انت عارف حساسين بواك. مش عارف اسمها بواك. طب راينا دي هو بيلعب في الجلوكوما مره في سنه من السنين. طارق بيقول لي على فكره يا دكتور السراو مهم جدا. السراو انت عارف السراو ده ايه؟ حاجه اختصارها كده السراو. قلت له السراو قلت له يا عم بص عبد كده ولا شطره ممكن تفوق معلومات كل مره ده انا ما سمعتش عنه. فطلع يا ستي قال ايه؟ سنترال ريتينال ارسي اوكلوجن. ما عمرنا ما نطقناه سراو. هو الطلبه اصطلحت على تسميته كده. ده الاسم مش وسيرفو هتشوف حاجات سواء. المهم حضرتك ماشي بواك بس هي برايمري اوبن انجل ايه؟ جلوكوما. اعرفي بس التشبيه ده عشان اتلخبطه. انا عشان اشخص البرايمري اوبن انجل جلوكوما كاني بلعب بازل. عارفه البازل؟ لو تجمعي القطع دي انا عايز اجمع ثلاث حاجات على بعض. ضغط مع شكل العصب بصر الديسك مع تغيرات مجال الابصار. عشان اكون صوره مكتمله واقول ان العيان ده جلوكوما. فهتفاجئ بالوضع الاتي. عيان جالك ضغط عينه كويس. بتبص في قاع عينه لقيت التغيرات بتاعت قاع العين تشبه لحد كبير تغيرات قاع عين الجلوكوما. مجال ابصاره يشبه لحد كبير مجال ابصار الجلوكوما. بس ضغط عينه ايه؟ كويس. هل النورمال اي او بي اكسكلود جلوكوما؟ لا. على فكره الاي او بي النورمال ده ممكن يكون مش نورمال. على فكره الاي او بي النورمال ده ممكن يكون مش نورمال وتقدري تكتشفيه. عارفه ازاي؟ ركزي بقى خالص. ركزي بقى خالص عشان تلخبط. ان كان الضغط عالي قوي والانجل مفتوحه قضي الامر الذي كنتم فيه تستفتيان. خلص الكلام. انتحر الكلام خلاص. ده جلوكوما خلاص. شوف لك حته. تمام؟ لكن هي المشكله ان الضغط يكون طبيعي وانت شاكك. ايه اللي شككك؟ بقيه الحاجات الثانيه الديسك او الفين. لو الضغط طبيعي هلجا الى الديفرنس ما بين العينتين. نورمالي الديفرنس ما بين ضغط العينتين لا يتعدى اربعه. لو اتخطى ثمانيه ده دايجنوستيك ان فيه مشكله. حفظ الله ما فاهم حاجه. ضغط اليمين 19 والشمال 10. هذان الرقمان في حكم الارقام نورمال. لان الرينج من كام لكام؟ من 10 ل 20 الاثنين نورمال صح كده؟ لكن ال 19 دي النورمال دي بعيده عن اختها باكثر من 8. يبقى 19 دي رغم ان الرقم يبدو ليك نورمال الا انه في مشكله. ما فيش في مشكله. في مشكله. اقول تاني؟ يبقى الديفرنس بتوين تو ايز. ها؟ الديفرنس ما بين ايه؟ تو ايز. الديورنال ديورنال يعني اليومي. ديورنال فاريشن ان ذا سيم اي. ديورنال ديورنال خلال الدي خلال نفس اليوم. الطبيعي ان ضغط العين في الصباح الباكر اعلى ما يكون. وفي النساء ان ذا ليت ايفنينج اقل ما يكون. يمكن يعرف هذا يرجع الى ان افراز الكورتيزون صباحا في الفجر اعلى ما يكون. كانوا زمان بيقولوا لنا وانا على نفسي ما بعرفش احل الكلام بس كانوا زمان يقولوا لنا تصحى تصلي الفجر وراس الفجر. بصراحة اللي بيعمل كده ده احسن ساعتين مذاكره هم الصبح دول. بيقول لك اشمعنى الصبح ده احسن افراز للكورتيزون الصبح. الكورتيزون بيزود التنبيه وبيزود الايه الالرتنس. بس المشكله ان الكورتيزون بيعمل ايه في ضغط العين؟ بيعليه. فمتوقع ان البني ادم الطبيعي ضغط عينه صباحا اعلى شويه من ضغط عينه ايه؟ مساء. لكن لا يتخطى الفرق في اي حال من الاحوال اربعه. لو ضغطت 8 يبقى في مشكله. والله ما فاهم حاجه. والله 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 اجي للراجل ده وانا شاكك فيه ادخله المستشفى معايا ونقيس له الضغط خلال فترات اليوم كل اربع ساعات خلال فترات اليوم. ده اللي نقيس له الضغط طول اليوم. مفروض ضغط عينه صباحا هيبقى عالي لان اليمين هي العين اليمين مفيش غيرها عالي عن المساء. لكن لا يتخطى الفرق كام؟ اربعه. صدي استيه الصباح الباكر تلاقيه 19 وان ذا ايفنينج 10. فحكم الارقام الرقمين دول 100 100 ولا فرق الجمعيه. لكن الفرق بينهم صباحا ومساء في نفس العين تخطى الرقم الذهبي اللي هو كام؟ 8. ما في مشكله ولا فيش مشكله؟ في مشكله. اقول تاني ده اسمه دايورنا الفاريشن في انه اي في السيم اي في عين واحده. لكن كان في قبليها نقطة عمرو اسمها ايه؟ ديفرنس بتوين ايه؟ تو اي. والفيصل بيننا الرقم كام؟ 8. طب حد مذاكر؟
الانجل كروجر جلوكوما برضو كان الفايتر فيها الرقم كام؟ 8 برضو لحد الان مش مهم. هنعمل له بروفوكيتيف تيست. بروفوكيتيف تيست بروفوكيتيف تيست كده نستثيره نخشه ننكشه. اه كان بيقول كده دكتور بكري اه ننكشه. هننكشه ازاي بقى؟ ركزي بقى خلينا نفكر في فكره الاختبارات قبل ما نعملها. هو الراجل ده التصريف اخباره ايه؟ التصريف قليل صح؟ التصريف قليل. طيب لو انا زودت الافراز ثانية واحدة التصريف عند الراجل ده قليل يعني الحوض يقدر يقول ان هو ايه؟ مش قوي. لا مش مقفول ضيق يعني مش الفتحات مش واسعة. لو زودت الافراز الضغط هيجرب ايه جوه العين؟ انا لو زودت الافراز بتاعك انت ضغط عينك هيزيد بس مش بالدرجه اللي هيزيدها اخينا ده. واحده واحده في اختبار اسمه ووتر درينكينج تيست. هيجي العيان صايم اشربه لتر من الماء لتر ميه. انت عارف لتر ميه ده هيمتص وهيخش الدم فيزود البلاد فوليوم. والاخوه جاي منين؟ من البلاد صح كده؟ الاخوه جاي من الدم فيبدا السكريشن بتاع الاخوه يجرى له ايه؟ يزيد. وابدا اقيس له الضغط بعد شرب الميه بتاعه. انت لو راجل طبيعي الضغط قبل شرب الميه وبعد شرب الميه يزيد اخره خالص اربعه مش فاهم حاجه. هيجي لي احمد هقيس ضغطه الاقيه 12 الراجل ده 100 100 اهو اشربه لتر ميه واقعد اقيس له الضغط كل ربع ساعه لمده ساعه يعني اربع مرات خلال الساعه. المهم في اخر الساعه هلاقي احمد بدل المثل يبقى 15 بالكتير قوي يبقى 16 يعني الفرق كام؟ أربعة. لكن لو قيسته كان قبل الاختبار 12 لقيته بقى 21 يبقى الفرق أكتر من 8 ده دايجنوستيك إن عنده مشكلة. فهمت حاجة؟ كاتب أنا سطر في الأول جنب البروفيتيف تيست ده سطر فيه الشبه كاتب كده كاتب ثلاث أسهم كاتب ثلاث أسهم. بصي فكرة الاختبارات بصي تزويد السكريشن تعمل فوق هو بما إن في نقص في الفلو تعمل تحت يبقى الاي او بي هيجرى له ايه؟ هيزيد تعمل فوق. فهمت حاجه؟ يعني انا هزود السكريشن تعمل فوق وما ان الاوت فلو قليل تعمل تحت الناتج النهائي من الاي او بي هيزيد تعمل فوق. خدت بالك ازاي؟ بس في الطبيعيين يزيد اقصاه اربعه عند الراجل ده يزيد كام؟ اكتر من ثمانيه. نفس الفكره اكزاكت مور نفس الفكره بالظبط ان انا اعمل اختبار اسمه بريسكول تيست. بريسكول تيست ايه بقى القصه دي؟ ولا حاجه خالص عادي جدا. انا هحقن تحت الكونجنكتيفا يعني ادي العين اهي كده هجيب حقنه احقنها تحت الكونجنكتيفا من ماده اسمها البريسكول. انت لو عرفت البريسكول دي بتعمل ايه هتعرف الدنيا ماشيه ازاي. البريسكول دي بتعمل في الاوعيه الدمويه فازو دايلاتيشن فتبدا تعمل فازو دايلاتيشن فتعمل فازو دايلاتيشن يعني تزود تدفق الدم. لما يزيد تدفق الدم السكريشن يجرى له ايه؟ وبما ان الاوت فلو قليل الضغط هيجرى له ايه؟ هيزيد. بس كده الارقام للاسف يا حسام مش 8 فلو مش عايز احفظ الارقام مش مشكله. لكن تركيز الماده اللي هي البريسكول انا بحقن 10 مللي جرام بريسكول. لو زاد الضغط ما بين قبل الاختبار وبعده عن 11 الى 13 ده سسبيشس. لو جاب اكتر من 14 ده دايجنوستيك. يعني ايه؟ يعني انا استلم الضغط قبل الاختبار كان 10 لقيته في نهايه الاختبار 21 يبقى الفرق 11 ده مشكوك في امره. لكن لقيته 24 او 25 او 26 ده يشخص خلاص ان هو فعلا عنده مشكله. اقول تاني؟ فك من الارقام مش مشكله. نعم اتفضل. في لا لا سجستر ده شكاك. بص بالظبط انا مش بشخص بس يعني انا بقول الكلام ده تاني لان انا قلته اولاني بس انا بقوله تاني. انا مش بشخص بايتم يا دكتورة سارة نيفر انا بشخص بايتم نيفر ما بشخصش بايتم خالص ما بشخصش بالضغط ولا بشخص بقاع العين ولا مجال الصرف لازم تحطهم الثلاثة على بعض. فهو بيتحرك ثقة وبيكتب دايما سجستر سجستد. وكمل بقى كمل مع بقيه الحاجات الثانيه. تمام؟ احنا تهنا صح يا دكتور؟ تهنا صح؟ تهنا
لا والله تقوم. لو الضغط عالي والانج مفتوحة خلاص الضغط خلص الكلام ده جلوكوم. لو الضغط نورمال اكسكلود الجلوكوم ولا ضمون اكسكلود ضمون. فانا ارجع الى الله سبحانه وتعالى والى شويه اختبارات فيه ديفرنس بتوين التو ايز لا تخطى 4 تخطى 8 يبقى خلاص مفيش مشكله تجست ان في مشكله. غيرنا الفاريشن في نفس العين انت مورنينج عالي انت ليت ايفنينج قليل الفرق لا يتخطى 4 تخطى 8 مفيش مشكله. بروفوكيتيف تيست هنحاول ننكشه نغزه كده نشوف هيعمل ايه نشوف كده تفاسيره هنعمل ايه. ووتر دريكنج تيست اشربه لتر ميه نشوف الفرق ما بين قبل لتر الميه وبعد لتر الميه بساعه. بريسكول تيست احقن الماده دي واشوف الضغط هيرتفع قد ايه. واخر حاجه خالص حاجه اسمها تونوجرافي الكتاب كاتبها وبعدين حصل انقطاع في الماده الخام وما كتبش اي حاجه بعدين تونوجرافي. فخلينا نفهمها وبعدين نشوف ايه القصه. تونوجرافي ايه الحكايه بقى؟ حد عارف جرافي يعني ايه؟ جرافي يعني رسمه. وتونو تونو برضه دكتوره ساره برضه تونو تونو يعني تنشن تونو يعني تنشن تونو يعني تنشن. فاحنا نعمل ايه؟ عندنا جهاز بس يا واد عندنا جهاز حديد كل الفتره دي ما غيرتيش تتكلمي معلش معلش بعد وقت بعد شويه ان شاء الله بعد ما يجيك اولاد باذن الله مش هيجي تتكلمي مع حد خالص. بس يا ولاد بس يا بنت تضرب ابوهم بالشبشب كده مش هيقدر يجي تتكلمي مع حد ابيض لا حد يتكلم مع حد. بص انت كرمت بيسأل على نوع الشبشب. هتشوف هتشوف كل واحد له يوم يا جماعه. ده ينفي طبعا الدماغ مش انا. طب يلا يا عم بص يا سيدي دلوقتي انا عندي حديد اسمها لو فاكرينها اسمها شيد 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 ده بيجي لضغط العين حاجه حديد كده بتنزل تحاول بصي تحاول تعمل الاندنتيشن يعني تحرس كده بالطرانيه وبناء على تحرك المؤشر نقدر نقول الضغط اخباره ايه. طيب انا هوصل الشريط ده بحاجه الكترونيه كده بحيث كل قرايه يسجلها لي. فانا هحطه على العين 4 دقائق بينزل كل ربع دقيقه يسجل قرايه ويطلع. فانا طبعا ناجح في الابتدائيه فتعرف انهم 16 قرايه ماشي كل ربع دقيقه لمده 4 دقائق فيبقى 16 قراءه. اللذيذ ايه؟ اول قرايه هتبقى هنا كده تاني قراية أقل منها لأن الجهاز ده لما نزل سجل قراية بس في نفس الوقت عمل إيه في الإخوة؟ زقوا دخلوا جوه مين؟ ترابيكولار مشن. فتاني قراية أقل شوية اللي بعدها أقل 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 لحد ما أوصل لبلاتو يعني الكيرف هيبقى عامل كده لأن الإخوة أوت فلو أخباره إيه؟ كويس. ده لا نورمال. لو عنده جلوكوما هي الجلوكوما المشكله في مين؟ او الفلو. فاول قرايه اللي بعدها تبقى اقل بس مش قوي اللي بعدها مش قوي كده يعني الكيرف هيبقى عامل ازاي؟ هل في فاسيلتي سهوله في الاوت فلو زي الاولاني ولا مش قوي؟ مش قوي. خدي بالك الفكره ايه؟ فلو انت من بتوع كتاب القسم يا ريت تكتبي الثلاث نقط اللي انا هقولهم لك دول. لو انت بتوع مذكره افتح برضه الكترونيك شويد الكترونيك شويد تونوميتر كونتينيوسلي بليس اوفر الكورنيا فور 4 مينت. الكترونيك شويد تونوميتر كونتينيوسلي بليس اوفر الكورنيا فور 4 مينت.
IOB measured every ربع منت and curve is drawn. ضغط يتقاس كل ربع دقيقة ونرسم كيرف. From the curve من خلال الكيرف الفاسيلتي اوف اوت فلو ايكوز اوت فلو كالكوليت. وتروح مسميه كده ورسمه كيرفين. كيرف ربنا كرمه ونازل لتحت كده تكتبي عليه ايه؟ نورمال. وكيرف ربنا مش كرمه كده ومش راضي ينزل بسهوله تكتبي عليه بواج. مش عارف اسمها بواج برايم لوجن انجل ايه؟ جلوكو. فهمتوا الفكره ايه؟ انا برضو بستغل العيب. هو العيب فين يا احمد يا مرسي؟ بالاوت فلو. اقول تاني ولا تاخد الوقت كده يا مرسي؟ في بكره ان شاء الله الساعه 12 شايف ان انت موضوع لا يا عم انا متوقعين النهارده هيعدى على خير النهارده خلص النهارده هيعدى على خير ممكن يعدى على خير او بالبروفوكيتيف تيست اللي هي يا ووتر درينكينج يا بريسكول واخر حاجه بالتونو ايه تونو جراك. فاضل لي حاجتين كمان اقدر اشخص بيهم او يقدر يتعامل في التشخيص الاوبتيك نيرف هيد تشينجز واخر حاجه خالص الفيجوال دي. عايز تيجي خالص اللي فاضل بقى خالص كده وتخليك معايا كده في شويه حاجات مع الدكتور. دلوقتي في حاجه اسمها فحص قاع العين. فحص قاع العين ده بيتم بجهاز اسمه اوفثالموسكوب. اوفثالموسكوبي تمام. احنا قبل ما نفتح قاع عين اي حد بنحط له قطره نوسح بيها الحدقه. شايف الحدقه واسعه ازاي؟ وبنلبس الجهاز بقى على راسنا ولا جهاز الاوفثالموسكوب هذه الطاسه اللي على الراس تمام. ونمسك العدسه في ايدينا عشان نبص على قاع العين. طيب دلوقتي انت بتبصي على قاع عين واحد
متوقع ان انت تلاقي مين جوه او تشوفي مين جوه؟ ادي العين اهي، وانا ابص على القاع بعد ما وسعت الحدقه، يبقى انا ببص كده بلاقي اول طبقه من جوه اللي هي الرتنا الشبكيه، صح؟ طب تمام، فهتشوف المنظر ده، ده المنظر بتاع قاع العين النورمال. تيجي معايا خالص بقى، ده منظر قاع العين النورمال. في كذا نقطه، اولا في منطقه اسمها الديسك، في منطقه اسمها الديسك، وفي منطقه عباره عن شبه وعيه دمويه فيزل طلع من الديسك، وفي المركز، المركز حاجه اسمها المكلة. نبدا بالمركز، المركز حاجه اسمها المكلة، دي منطقه كبيره، السهم ده غلط مش صح، يعني المكلة دي منطقه كده قد كده، حاجه كبيره كده حوالي ده رقم كده هناخد في الريتنا ان شاء الله 5.5 مللي، مش قضيتك مش قضيتك. يبقى المكلة ده السنتر، نص المكلة، نص المكلة اسمه الفوبيا، مش اسمها فوبيا سنترالي، يعني كأن الفوبيا هي نص النص، بقى اه ده افضل بتكلم غلط جدا، يعني كأن المكلة هي السنتر اوف ريتنا، بصي والفوبيا هي السنتر اوف مكلة، يعني الفوبيا هي السنتر اوف ذا سنتر اوف ذا ريتنا زي الفل. نيزل، نيزل يعني ناحيه من خارك، بيطلع او بيتكون حاجه اسمها الديسك. ايه الديسك ده؟ ركزي خالص بقى، افتح النقطه دلوقتي، العين مقفوله اهي ووراها العصب، صح؟ صح ولا انا بتهيألي؟ بدايه العصب البصري ده جوه العين، هو ده اللي اسمه اوبتيك نيرف هيد، هيد راسه، او اسمه اوبتيك ديسك، خدت بالك ازاي؟ طب هو العصب البصري ده اصلا عباره عن ايه؟ عباره عن ان كل الفايبرز اللي في الشبكيه، اللي جاي من هنا واللي 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 جاي، فايبرات كتيره جدا جايه بتجمع نفسها عشان تخرج من خلال هذا الاوبتيك ايه؟ الاوبتيك ديسك. يعني كان الاوبتيك ديسك ده مخرج للاعصاب، وفي الاخر الاعصاب اللي هتخرج العين اهي، في الاخر الاعصاب اللي هتخرج من العين دي بتتجمع مع بعضها في الخرطوم ده او في الحبل ده اللي اسمه الاوبتيك ايه؟ اوبتيك نيرف. فاهمين انا بقول ايه؟ طب تمام، هيقفل يا عم النور. يبقى اذا دلوقتي الديسك موجود فين بقى؟ بالصلاه على النبي كده، ها؟ طب السلام موجود فين تعدتك؟ نيزل ولا سنتر؟ لا لا ده نيزل، نيزل للمكلة. تمام، يبقى الديسك موجود نيزل. طيب الديسك ده مفروض ان لونه بينك زي ما انت شايف اهو، مورد كده. المفروض انه في الحتت البينك دي في نيرف فايبر، حاجات صغيره جدا بس مش هنقدر نشوفها دلوقتي. انا عايز تكبير جامد جدا جدا، ده نيرف فايبراي، حاجات صغيره خالص. ربنا خالق في وسط الديسك ده حفرة، ربنا أراد إنه يخلق في وسطه حفرة حتة فاضية اسمها القبض، فاضية مفيش فيها أعصاب، يعني أعصاب 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 أعصاب، والحفرة دي فيها أعصاب ولا مفيهاش أعصاب؟ مفيهاش أعصاب، ده اسمه القبض. الدايرة كلها اسمها الديسك حفرة، وهي فعلا حفرة، الحفرة اللي في النص بتبرز شوية واطية شوية، نتكلم عنها دلوقتي، اسمها ايه الحفرة دي؟ القبض. ربنا خليها ليه؟ عشان خاطر تطلع منها الأوعية الدموية اللي هتغذي الشبكية، وتخرج منها الفينز اللي واخدة البلاوي من الشبكية. لو لاحظت كده بص هنا كده في النص هتلاقي مين طالع؟ أوعية دموية. خدت بالك ازاي؟ افتح النص. يبقى ربنا خالق القبض، ولو بصيت للقف ده كمنظر جانبي هتلاقي حته ديبريست كده كمقطع، هتعمل كده يعني كل ده كده الديسك اللي انا رسمه. القف ده واطي شويه منخفض في المكان، ده مرتفع شويه بحكم ان جوه منه نيرف فايبرز رفعاه شويه، ده واطي في ماشي، واطي يعني مش وحش، يعني واطي يعني ديبريست في شالو ديبريشن بالظبط بالظبط بالظبط، شبه الصحن اللي بنحط عليه فنجان القهوه. شفت الصحن بتاع فنجان القهوه؟ الصحن ده هو الديسك. دايما الصحن يبقى فيه في الوسط ايه؟ حته دايره كده في النص ديبريس عشان ينزل عليها الفنجان بالظبط، صح كده؟ الصحن كله هو الديسك، والحته الديبريس دي هي مين؟ هي القبض. خدت بالك ازاي؟ بحيث انه
لا يا راجل بالنسبة لمجموع حجم الديسك لا يتخطى 3/10. نورمالي الكب تو ديسك ريشيو 3/10. ايه بنقول كده لحد كده احنا مش فاهمين حاجة. بص الراجل ده كده، الراجل ده احنا مركزين على صورة الديسك بتاعنا. الديسك فرايد كويس ولا لا؟ الكلر بتاعه ايه؟ بينك. حجمه تقريبا 1.5 ملي. في حته فاضيه هي ديبريس، حته مش باين، مش باين الديبريشن قوي، بس هي باين انها حته فاضيه. بص 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 الديسك رينج، الحته الفاضيه لونها ايه؟ ابيض، لان باين مين من تحتيها؟ السكليره. صح ولا ده يعني مش الريتنا دي وراها كرويد بعد السكليره؟ مفيش في المنطقه دي كرويد بس في سكليره. وطالع مين من جوه هنا؟ الاوعيه الدمويه اهي طالعه اهي، متفرقه فوق وتحت وشمال ويمين ومش عارف ايه، واحد فيهم ارتري واحد فيهم فين. صعب الكلام ده؟ تمام. فدلوقتي الديسك بينج والكب ابيض، والكب حجمه قد ايه؟ تقريبا التلت. على فكره بيسموا الجزء البينك ده، يعني ده كده كب، بيسموا الجزء البينك ده حاجه اسمها نيورو، مكتوب كل الكلام مكتوب، نيورو ريتنال ريم. ريم يعني حرف، نيورو ريتنال يعني ايه؟ يعني اللي جاي من الريتنا للنيرف. بص بص لو ركزت كده هتلاقي الحاجات ماشيه كده، الحاجات جايه كده ماشيه كده. ملاحظه ولا متهيألي؟ هي دي النيرف فايبر اللي داخله بعد كده مين؟ الديسك. فين في الديسك بقى؟ في الكب ولا في الحته اللي حواليه؟ اللي هي الريمة دي، اللي هي النيورو ريتنال ايه؟ ريم. بص بقى الكب هنا، قول لي سليم ولا تعبان؟ تعبان. حجمه كبير جدا. افتح عشان نعرف الاوبتيك نيرف، عشان نعرف الاوبتيك نيرف هيد تشينجز اللي هي عندك في الصفحه دي، اللي هي ممكن تشيلي كلمه اوبتيك نيرف هيد وتحط بدلها اوبتيك ايه؟ ديسك. اعتقد مكتوب عندك اوبتيك نيرف هيد، ولا او انا بقول لك اكتبي كمان فوقيها اوبتيك ديسك. عشان تعرفي ايه اللي بيحصل في الجلوكوما لازم تعرفي ايه النورمال. هو ايه النورمال؟ ايه النورمال؟ النورمال هو اللي كاتبه عندي، النورمال هو اللي كاتبه عندي ان الكلر لونه بينك، الحجم حوالي حجم الديسك كله حوالي 1.5 ملي. بعدين في السنتر، بصي بين سنترال ديبريشن كولد فيسيولوجيكال كاب، حجمه 1 إلى 3 بالنسبه لكل الديسك يعني. وفي بعد كده حاجه اسمها نيورو ريتنال ريم حوالين منه. عندك في الكتاب وفي المذكره شرح النيورو ريتنال ريم، هنأجله الحصه الجايه. شغلتش بالك. نيورو ريتنال ريم ولا نقوله؟ طيب طالما انتوا عايزينه الحصه الجايه يبقى هنقوله. طالما انت متحمس كده يبقى بص يا عم المتحمس، كلام سهل كلام سهل، وبعدين تاني الحصه الجايه. اسمع بس كده ايه؟ مراته جايه كمان؟ الديسك اهو، الديسك ده نزل ولا فين مراته؟ خليكم معايا الكلام مش سهل. مين اللي في النص؟ ايوه مكتب.
اللي في النص كده منطقه اسمها ايه المكن. وادي لو عندي مويه بس مش هلخبط الرسمه بقى. بيقول لك ان الفايبرز اللي جايه من الشبكيه كلها مقسمه نفسها على اربع انواع. نوع جاي من المكله ده اسمه بابيلو ماكيولار باندل. بقول لك ايه ماكيولار فايبرز وخلاص. بابيلو دي لاتيسك يعني ماكيولار فايبرز وخلاص. ونوع جاي هي الماكله دي تمبرال الديسك صح؟ الماكله تمبرال الديسك صح ولا غيالي؟ ونوع تاني جاي تمبرال بس ما هواش ماكله. خد بالك ازاي؟ يعني الماكله ماكله. في ناس تانيه تمبرال فايبرز بس ما هياش ماكله. وبتاخد شكل قرش، بتاخد شكل قوس كده. قوس فؤادي وقوس تحتاني. يسموا الفؤادي سوبيريور اركويد والتحتاني انفيريور ايه؟ اركويد. مرسومة الرسمة في المذكرة بعد شوية. بعد شوية في المذكرة. أيوة. بعد شوية في المذكرة. مش مرسومة في الكتاب خالص. مرسومة في المذكرة طبعا 109. نعم. 109. تمام؟ بس. بعدين يا أحمد خلاص خلصت الكلام أنا خلاص خلصت بص خلصت. بعدين في فايبرز من النيزر فايبر مالهاش أنواع هي نوع واحد بس اسمه نيزر. بس خلاص. يبقى النيورو ريتنال ريما ده بيتكون من كام باندل او من كام ناحيه او من كام حاجه؟ من اربعه. اولها حاجه اسمها ايه؟ ماكيولا. اثنين وثلاثه سوبيريور انفيريور اركويد وبعدين اربعه ايه؟ نيرا. ارمي الثلاثه في الزباله هنقول له الحصه الجايه. ارميه خالص. خلاص. انا عايز اعرف ايه اللي هيحصل للديسك او للنيرف هيد بسبب الجلوكوما. هيحصل له تغيرات تجمعها كلمه ذو إناث. تحصل تغيرات تجمعها كلمة ذو إناث. هيتعالج ذلك يا إناث. اعملي الواجب اعملي الهوم ورك اعملي أي حاجة. ركز بقى خالص. كلام والله ركز الكلام معلش أنا آسف أنا آسف أنا ما بحبش الاختصارات دي بس مش هينفع غير كده. هتعمل إيه إناث بقى؟ ركز خالص. هو أنت لو بصيت بس هو أنت لو بصيت على الديسك نورمال تلاقيه شالو ولا ديب؟ يعني الدبريشن بتاعه غويط ولا حاجه خفيفه؟ طيب ديسك اصابي اهو والكب اصابي اهو ركزوا خالص الكب اصابي اهو هو دبريشن شالو حاجه خفيفه الضغط بدا يعلى هيخليه شالو ولا يعمل كده؟ صح والله بيتهيألي بص كده اهو اسمع بس مش بهزر خالص مش بهزر خالص ولا اعرف ما اعرفش ده شكله ايه اصلا انت خدت فكره غلط عني في مصر اللي فات ده انا جد والله بص يا سيدي اهو صح الضغط عيني هيضغط في كل الاتجاهات يبقى من الاول هيضغط عليه كمان ايه باكورد صح ولا متهيألي العين اهي كده يضغط عليه باكورد فيخليه بدل ما كان منظره كده يبقى منظره كده يعني نهار اسمح الكب كده عامل ازاي؟ يعني ديب يعني ايه؟ ديب مرسوم في المذكرة كل حاجة كل حاجة في المذكرة ديب عميق الحاجة الثانية صعبة دي ديب صعبة كل ده بسبب ارتفاع الضغط تاني حاجة بيبقى اوفر هانج اوفر هانج مش دي كلمة مهددة بين قوسين اندر ماين لو انت في الباثولوجي وواجهتي بليجن بنفس المنظر ده توصفين نقول عليه ايه؟ اندر مايند ايه؟ مش بيقول لك شبه الفلاسكا؟ اندر مايند يعني ايه؟ مش بس بيبقى غويط ده غويط وداخل جوه كمان كده وداخل جوه كمان كده الاوعيه الدمويه وهي طالعه من هذا الاندر مايند ايدج بتبقى اوفر هانجنج ثواني هو كب ربنا خلق عشان مين يطلع منه؟ فيزز طيب الفيزز دلوقتي كده طالعه بالطبيعي كده عادي ولا طالعه من حفره غويطه؟ طالعه من حفره غويطه تخيلي نفسك وقع في حفره غويطه بتبقى نفسك تعملي ايه في حفره غويطه؟ صح؟ صح ولا متهيألي؟ نفسك تتسلقي وتمسكي على الايدج يعني معنى كده الاوعيه هتلاقيها طايره ومتشعلقه من الايدج صح ولا متهيألي؟ اكتبي جنب اوفر هانجنج متشعلقه بالظبط كده
كلمه اوفر هانجنج دي يعني البيت الميتش على هوريها لك دلوقتي. ميت شعلقه مين كده شيء عين لام قام ايه ايه شعلقه. ركز خالص يا واد انت دي صعبه بليز. خلينا نكون نعمل كاننا بنبص له يا عم الحاج. بنبص له اهو, بص له كده اهو, انت بتفحصه من هنا اهو كده وبتبص له اهو. انت بتفحص اهي, بص كده اهو, هتلاقي الوعاء الدموي كان ماشي كده في الارضيه وبعدين طلع لك هنا كده صح؟ الحته دي انت شايفها ولا لا اللي على الايدج دي؟ واللي في الارضيه؟ شايف. طب واللي مستخبيه دي؟ شايفها ولا يعني الجزء ده كده في مجال ابصارك موجود ولا مش موجود؟ موجود ولا مش موجود؟ فيتهيألك ان الوعاء الدموي اتقطع حتتين انت الرابط. هي دي نفس يا ولا اوفر هانجي متشعلق, هي انت الرابط, هي اللي سببها ان الايدج از ايه؟ از اندر ماين. هتلاقي الوعاء الدموي كان ماشي ما عادش موجود وبعدين طلع في حته ثانيه خالص. الكورس بتاع انت الرابط هو لما كان الديسك طبيعي والقبض طبيعي كان الوعاء الدموي انت الرابط ولا انت شايفه كله من اوله لاخره؟ شايفه كله من اوله. اوريكم الصور دي دلوقتي. يبقى ديب اوفر هانجنج اوفل اوفل حط عليها علامه استفهام هيبقى سؤال الحصه الجايه ب 10 جنيه من اللي بيعرف كم بيقوله لي. الحصه الجايه هتقول ليه هي اوفل الحصه الجايه. في الاول في البدايه خالص ايرلي بيبقى فيرتيكالي اوفل في البدايه خالص. الخطوه اللي بعد كده حجم الكف بالنسبه للديسك النورمال قد ايه؟ ده 10. طب اللي زق الكف يا احمد يا مرسي وخلاه دي مش ممكن يزق الطرفين بتوعه ويخليه اللارج وايد بيشد شويه فايبر ودول شويه فايبر المساحه الفاضيه اسمها الكف. هيجي الضغط يزق دول كده ويزق دول كده يبقى المساحه الفاضيه زي ما هي ولا دي كمساحه كاريا كويت دي. يبقى بدل ما كان 3/10 اصبح انلارج. والسي دي ريشيو يعني ايه سي دي ريشيو؟ كف وديسك ريشيو زادت ولا ما زادتش؟ زاد. الحاجه الغريبه ان بيحصل ليزر شيفت للبلاد فيزل. ايوه الله يخليكي ركزي معايا مش مشكله الكتاب مكتوب فيه ولا المذكره مكتوب فيها ايه بعد كده وعيشي معاها بس افهمي ان الكلام عايز فهم. الحته دي بتسيب كتير جدا. واحده واحده بقى. انت قلت دلوقتي ان في حاجه اسمها الديسك جواها دايره اسمها الكف. الكف ده حجمه بالنسبه للديسك كام؟ ها؟ 3/10. الاوعيه الدمويه بتطلع من نص الكف بالظبط وتروح راميه نفسها نيزه دي ده الطبيعي. في مشكله كده؟ في مشكله؟ طيب لما حجم الكف ده لسه الاوعيه الدمويه طالعه من السنتر واترمت برضه ايه؟ نزل مش ده الطبيعي؟ طب حجم الكف زاد اكتر واكتر 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 يبقى لسه الاوعيه الدمويه طالعه من السنتر ورمت نفسها برضه ايه؟ نزل. حد يقول لي الوعاء الدموي كده وبعدين بقى كده وبعدين بقى كده بيتحرك ناحيه فين؟ نزل نيدل شيفت البلاد فيزل. انت في كده؟ قارن ما بين اول وضع للاوعيه الدمويه واخر وضع للاوعيه الدمويه. قارن ما بين الوضع ده والوضع ده. هي طلعت من السنتر ورميه نفسها نيزل. زاد الكب اترمى اكتر، زاد الكب اترمى اكتر، زاد الكب اترمى اكتر، زاد الكب اترمى اكتر، زاد الكب اترمى اكتر. يعني الفيزلز بتروح فين كده يا جماعه؟ نيزل. بصي الفيزلز كده استنرف على حيطه مايله. استنرف على حيطه مايله، الكب بيزيد فبتسند عليه. فتترحل. تترحل. هي اصلا نيزل بس عماله تترحل اكتر كمان ايه؟ عماله الكب يزيد وهي تترحل اكتر ايه؟ نيزل. بيحصل نيزل شيفت للبلاد فيزل. ايه؟ انا بتكلم على الفيزلز ولا على النيرفج؟
نيزل شيفت البيزل. اخر او قبل الاخيره الايه هي الحاله دي يونيلاترال ولا باي لاترال؟ سيمتريكال ولا اسيمتريكال؟ اسيمتريكال. ففي تغيرات في العدتين بس اسيمتريكال، يعني تغيرات بتحصل في اليمين والشمال بس ممكن في اليمين تبقى الشمال شويه او في الشمال تبقى اليمين شويه اسيمتريكال. الاس ممكن يحصل هيموريج اسمه سبرينتر هيموريج. سبرينتر هيموريج لا لا مش بتكير، لا سبرينتر هيموريج من كتر الضغط العالي شويه من الاوعيه الدمويه اللي حوالين الديسك دي بتضغط عليهم وتفرقع فتعمل لي نزيف على الخطوط كده اسمه فلين شيب هيموريج. فلين شيب زي اللهب او اسمه سبرينتر زي خطوط او رجول العنكبوت حاجه خطوط كده سبرينتر او فلين شيب. كل اللي ماسكهم واهم حاجه البروجريشن، يعني دول ناس دي على رصمه بس اهم حاجه البروجريشن. يعني ايه البروجريشن؟ يعني احمد روسي جالي العياده بصيت في قاع عينه شاك ايه اخد له صوره واجيبه بعد ثلاث شهور اشوفه، لو لقيت المنظر بتاع الديسك بيتغير والامور بتتطور يبقى شهور اللي عنده مشكله، مش هاخد صوره له هو مش لشكله، صوره للديسك بتاعه والكب بتاعه. دول تاني بقى دلوقتي الضغط لما بيعلى بيعمل شويه تغيرات في الاوبتيك نيرف هيد يا دكتوره ايمان، الاوبتيك نيرف هيد او في الاوبتيك نيرف. التغيرات دي تجمعها كلمه دو ايمان بالاضافه الى البروجريشن. هتلاقي الكتاب بتاع القسم كاتب البروجريشن دي بالبولد باللون الاسود والمذكره كاتبها بالحروف الكابيتال عشان تقول لك ان البروجريشن از ذا موست امبورتنت ساين، هو اهم حاجه تمام كده، او اهم حاجه تطور الحاله دي. انا عامل على البروجريشن دلوقتي بس خلينا نخلص من اللي فات. اول حاجه الكب هيبقى بدل ما هو شالو هيبقى ايه؟ ديب، وهيبقى ديب بشكل منطقي كده ولا هيبقى اندر ماين دي ايدج اوفر هانجنج بيدل انتر رابتد بيدل اوفر هانجنج. وفي الاول بيبقى اوفر وما عرفناش ليه، الحته الجايه ب 10 جنيه ان شاء الله. بعدين حجمه هيبقى ان لارج ادي الاي بتاعت هناك الان لو عاد ويا رحت الله نقدر شفت الاي اسيمتري يعني العينتين غير بعض وفي الاخر في نزيف سبلنتر هيموريج. كل ده كوم والبروجريشن ايه؟ كوم تاني. اطفي يا عم النور خلينا نتطرق. ده عيان عنده جلوكوما وبدا تحصل التغيرات. اهم حاجه هتلاحظها زياده الحجم اللارج بدل ما 3 من 10 عمال يزيد. تاني حاجة هتلاحظها الليزر شيفت للبيزل. طيب اتفرج كده على الفرق ما بين وعاء دموي طالع زي كده ده هو وهو نفسه لما بقى كده. اوفر هاند تاني شايفه ده؟ اهو وشوفين في الاخر جرى له ايه؟ شايفاه ولا مش شايفاه اصلا؟ باين؟ طب بلاش ده، هو نفسه هنا اهو. باين في الارضيه؟ باين ان هو ماشي وباين الارضيه بتاعته ولا باين زي ما يكون جاي من الحفره ومتشعلق كده؟ اه دي حاجه فاتت من الطعمون دي كده شويه. اهو ده اهو وده اهو خدت بالك؟ باين ان هو ماشي طبيعي ولا متشعلق على الايدج؟ الرسمه دي كلها في المذكره الصور كلها ما تخليش بالك بيها بقى. طيب افتح يلا يا عم نور. يعني ايه بقى حكايه البروجريشن دي؟ ولا حكايه ولا حاجه شد. يا عم ولا حكايه ولا حاجه؟ ولا حكايه ولا حاجه؟ اوه ولا حكايه ولا حاجه. بصي يا دكتورة ايناس معلش هو اسم اللي جاي في الكتاب ما كانش ايه ولا حكايه ولا حاجه. احنا عايزين المريض اللي يجي نقوم نقطن له صوره، مش صوره بشكله انا ليه شكله، صوره للديسك بتاعه ونقوم نتابع الصوره ديت ونشوف فيه بروجريشن ولا لا. تتصوري بايه؟
في عندنا حاجه اسمها باندا فوتوغرافي، ده مش احلى من كده، باندا فوتوغرافي كاميرا تصوير قاع العين زي الفل. في حاجه اسمها نيرف فايبر انالايزر، جهاز مش بس بياخد صوره وكمان بيقيس لي سمك الفايبرز اللي في الديسك. السمك طب لما يزيد الضغط ويبدا يضغط على الديسك والقب، السماكه او السمكه او السيجمنت هيجرى له ايه؟ هتقل. نيرف فايبر انالايزر. في جهاز اسمه او سي تي، سمعت عن السي تي بتاع المخ؟ ده اسمه او سي تي، اوبتيكال سي تي، اوبتيكال انالايزر، اوبتيكال كوهيرنت توموجرافي، اشعه مقطعيه بس بالليزر، بياخد مقاطع في الاوبتيك ديسك منها صوره ومنها برضه تحديد السمك يا ابن اللذينه. وجهاز اسمه ليزر اوبسالموسكوب، هو من ضبط على العين اسمه ايه؟ ده ليزر، بالليزر برضه بيقيس السمك، اسمه بالضبط كونفوكال ليزر اوبسالموسكوب. فكك من كونفوكال، خليك في ليزر اوبسالموسكوب وخلاص. التلات اجهزه الاخرانيين هو كاتب كده ذا لاست 3 انسترومنت، اللي هم نيرف فايبر انالايزر والاوبتيكال كوهيرنس توموجرافي والليزر اوبتالموسكوب، بيقدروا يحددوا النيرف فايبر ايه؟ تكنيك. يعني انا هيجي لي العيان اخد له صوره مثلا بالاو سي تي، سمك الفايبر كان كذا، بعدين بعد 6 شهور لقيت السمك بيقل. هو ايه هو طبيعي ان البني ادم سمك الفايبر ده بيقل؟ لا 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 خالص. يبقى في مشكله ولا مفيش مشكله؟ في مشكله. ده لو كنت لسه في مرحله الايه؟ الشك، مش في مرحله اليقين. الجهاز الموجود في الزقازيق من الاربعه دول هو الاو سي تي، عشان كده كاتب عليه مهم. اوبتيكال كوهيرنس توموجرافي. الشارع ده السنتر اهو صح؟ ده الشارع العربي. في الشارع الجانبي ده صح؟ وانت ماشي في الشارع الجانبي ده كده باخره على يمينك خالص في صيدليه نصر وليد محمد. فعرفت كده تلاقي مركز الاشعه المقطعيه للعين. او سي تي، هنا يقبع جهاز. وفي جهاز ثاني مركز النخبه عند مؤمن، القصد يعني ان في عندنا في الزقازيق جهازين. فالاو سي تي ده حاجه جميله جدا وحاجه عملت فرق كبير جدا معانا في التشخيص. صعب الكلام ده؟ صعب الكلام ده؟ سؤال غبي وانا جاوبته. ايه اللي عمل التغيرات دي في الجلوكوما؟ التغيرات دي كده ساعات يسموها جلوكوما كابنج. كابنج. الله 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 الله. جلوكوما كابنج يعني تحول القبض من زي ما يكون حفرة في الصحن الفنجان إلى الفنجان نفسه. يبتدي بس كده بقى إيه؟ هوريها لكم دلوقتي. تحول القبض من حفرة في الصحن بتاع الفنجان إلى الفنجان نفسه. حاجة بقت عميقة وكبيرة وحاجة جامدة حلوة جدا. يا ترى ليه التغيرات دي حصلت؟ إيه الثيوري اللي بتفسر الكلام ده؟ ميكانيكا. شكرا. خلاص ميكانيكا. أيوه. الضغط لما زاد راح ضغط على دول كده وكده وسعه اللارجن وضغط عليهم من ورا بقى ايه؟ بقى دي. في نظريه ثانيه مش هتفهموها خالص لو ما ركزتوش، اسمها فاسكولار ثيوري او اسكيميك ثيوري. قال لك ايه؟ قال لك ادي القبض. قال لك اللي بيحصل اول حاجه ان الاوعيه الدمويه بسبب زياده الضغط تتقفل، يبقى فيها سكليروز، يبقى فيها سكليروز. فلما تنقفل الاجزاء دي تموت، ولما تموت تعمل empty spaces، كاتبها كتاب الله يكرمه cavernous spaces، يعني حتت فاضيه. وقوم لما تفضى تملي سي تي، طبعا سي تي دي انت عارف ان هي كونكتيف ايه؟ تيشو فايبروزس. فيقوم الفايبروزس لما يملى الحاجات دي يعمل ايه في القبض؟ يشده، فيخليه في الاخر ايه؟ دي نظريه طبعا ايه؟ المهلبيه. تمام؟ نقول تاني، مكتوب كده في المذكرة، مكتوب كده اسكيميك ثيوري، سكليروزس للفيزل، ديجنريشن للفايبر، سمول امتي سبيسز، فايبروزس، باكورد ريتراكشن للامينا. اللامينا دي المنطقة اللي قاعد فيها الديسك، حتة من السكليرا اللي فيها الديسك اسمها لامينا، لامينا كيبروز. بعد كده يحصل كفر. الحقيقة إن الكلام ده يا عماد كلام جميل وعلى رسمة، وفعلا الكلام ده كويس وبيحصل، لكن الحقيقة إن كل الدنيا دلوقتي عارفة إن اللي بيحصل ما هو إلا أبوبتوزس. أبوبتوزس. كنت بتنطقها إزاي؟ أبوبتوزس؟ طيب أبوبتوزس. مش عارفين يعني إيه أبوبتوزس؟ اكتبي كده بس كده معلومة ليكي بس عشان خاطر لما تخرجي بعد 10 سنين ولا حاجة الكلام ده هيبقى واقع لا تحلى. ريسنتلي الأبوبتوزس يعني إيه؟ بروجرام بسيلدس. يعني إيه؟ انت حلو ايوه. الضغط عالي تموت الخليه الحساسه اللي اسمها دكتور احمد.
دكتور علي انا مت يا اولاد الحلال الحقوني موت انتوا الاخرين يموت احمد اللي جنبي احنا مت يا اولاد الحلال مت اي مت احمد يا واخد بالك ازاي بعد بعض قصه عمليه انتحار ايه انتحار جماعي لا ما بيصرفوش قبل ما ينتحروا يعني ايه النور يلا زواده اكتر اكتر ان دي النظريه الاخيره بقى خلاص فيها ايه اللي جاي الزبده كلها خلصت يا كاتب عمرو ده اكتر واحد يحب العلم يعني ايه بقى عمرو ده عمرو ايه رايك في الضرب ده حلو ولا وحش حجمه ايه كبير جدا اتفرج بقى اتفرج على الحاجه الاخيره اللي هندي بيها ما تبصش هنا بص هناك بص هناك ده حضرتك النرف اهو النرف اهو من ورا واخدينه من ورا اهو صح وده الديسك ده ازاي النرف هنا اتفرج يا ولد على الجرافه للديسك الله 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 خدت بالك شفت الكابل الكابل ايه الله ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده الكابل ان شاء الله الحصه الجايه هنعرف ان مع حدوث هذه التغيرات بيحصل ان مجال الابصار الفيجوال فيلد بيبدا يضيع فالراجل النبي الدنيا كانت حلوه صابريه والخضره والسماء بدات تقفل 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 لحد ما بيشوفش ان اللمبه بتنور ايه المختار يا راجل المختار بكره ان شاء الله الساعه 12 حصه صعبه جدا وهي